آسيا حسن، مين بطل آسيا؟ في بطل سعودي؟ الهلال برضو. الهلال؟ الهلال الهلال بعد ما شاءت الله. الهلال ما فيها كلام، أنت متأكد منها؟ أشوفك هذه المرة ما فكرت حتى. إيه أنا في 2019 قلتها قبلها بسنة، الهلال بطل دوري أبطال آسيا، والآن قبل البطولة بسنة الهلال بطل دوري أبطال آسيا. الاتحاد كيف تشوفه؟ ياخذها بكل سهولة. كيف تشوف الاتحاد والأهلي؟ كيف حظوظهم؟ والله الاتحاد نادي كبير، رحت تغريد لو قلت ترتيب يمكن تزعل، لكن اعتقد الاتحاد راح ياخذ مركز ثالث. هذه تغريد علي يسمعونا الان، تغريد هي ممكن تبى توجه لك السؤال هذه المره يا حسن. يعني احنا رايحين فيها تتوقع؟ ما في ابدا يعني. لا بالعكس انت. لا انا اعتقد الاتحاد حسن يحقق الوصيف بطولة العربيه. يا رب ضبطها يا حسن. يا الاتحاد ما يصير. الاتحاد خلاص، الاتحاد بطل البطوله العربيه. اسمع حسن والله خلاص، ليش تبغى يغير؟ لا اقول والله لو في يدي من الامر شيء اعطيها الكاس، خذيه. الله مو بعد الاتحاد. انت قاعد حسن قاعد تزعل تغريد، يعني ما هذه ما نرضاها. لا خلاص الان راح. انا عندي سؤال حسن. اي تفضل علي. حسن اخوي علي، انا اعطيتها البطوله العربيه. أعطيت البطولة العربية. شكرا. أعطيت علي الدوري وآسيا. لا عطني اسمع، أنا بعطيك شيء ثاني بسألك. يا أخي من اللي يكسب التوقعات أكثر شيء؟ أنت ولا أخوك عبد الله؟ أي خاطئ عبد الله؟ والله قلب على أخوك، قلبت على أخوك على الهواء. ما يحتاج، انا ما دخلت عبد الله في اللعب الا اي شيء يحطه فيه. يلا عندك المايك يا حازم. حبيبي يا حسن شكرا جزيلا لك، كنت معي من جده، وهذه التوقعات على فكره ترى كلها محفوظه عشان نجيبك مره ثانيه ونشوف، ترى انت العيون عليك باذن الله. حبيبي شكرا جزيلا لك. ما يحتاج انا متاكد بعد ما شفت له. شكرا لكم يا حسن صبحان من جده.